حزب الخضر لا يوجد اتفاق بين النمسا وبغداد لإعادة اللاجئين. الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق حول إدارة أزمة الهجرة. المستشار النمساوي في تركيا الأسبوع المقبل في زيارة رسمية. وزيرة الاندماج: النموذج الكندي للتكامل لا يصلح للنمسا. والتضخم يثقل كاهل سكان النمسا مع غياب الحلول المستدامة. وأخيراً اختبار أجهزة إنذار الدفاع المدني يوم السبت المقبل. مشاهدين الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. انتقدت النائبة عن حزب الخضر إيفا إرنست الظروف المشكوكة فيها للترحيل الجماعي إلى العراق الذي جرى يوم الثلاثاء، وأوضحت أنه لا يوجد اتفاق رسمي على الإعادة مع النظام في بغداد، وأبدت قلقها حيال نقص الشفافية، وأشارت إلى أن البيانات الشفهية لا تعتبر اتفاقا رسميا. ورغم عدم وجود تصريح لوزير الداخلية كارنر بذلك، فقد أكد أن سياسة الإعادة جزءا من سياسة اللجوء والترحيل المستمرة. وقد شهد مطار فيينا مظاهرة عفوية احتجاجا على عمليات ترحيل عددا من العراقيين. أعلنت الرئاسة الأسبانية للاتحاد الأوروبي اليوم عن التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن آلية إدارة أزمة الهجرة، مما يفتح الباب لمفاوضات إضافية مع البرلمان الأوروبي حول تحسين نظام اللجوء الأوروبي. ورحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنيليانا بايربوك بالتوصل إلى الاتفاق، وأكدت الحفاظ على المعايير الإنسانية وتمكن الآلية الجديدة الدول الأعضاء المتأثرة بشكل كبير بالهجرة كإيطاليا من توجيه المزيد من الأفراد إلى الإجراءات الحدودية، وهذا يسهل توجيههم إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى دون قيود. يلتقي رئيس الوزراء النمساوي كارني هاما بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة يوم الثلاثاء المقبل في زيارة رسمية بين البلدين. وتركز الزيارة على القضايا الاقتصادية والهجرة وتطورات الساحة الجيوسياسية، خاصة فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا. ودعا أردوغان نيهاما لزيارة تركيا احتفالا بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية، وكانت قد تحسنت العلاقات بشكل تدريجي بين البلدين، حيث سمحت تركيا للنمسا بمشروع حفريات أثرية وفتح باب لها لحضور اجتماع حلف الناتو. تخطط وزيرة الاندماج النمساوية سوزانا راب لتحسين استعداد العمال المؤهلين مسبقا للعيش في النمسا، مستلهمة من تجربتها في كندا. وتنوي راب إطلاق دورات لتعليم اللغة الألمانية عبر الإنترنت وبرامج توجيه قبل وصول الموظفين، إضافة للاعتراف بالمؤهلات المهنية من الخارج وليس على غرار كندا بعد وصول المهاجرين إليها. وأكدت راب على ضرورة تعزيز التوجيه الإقليمي للهجرة غير المؤهلة، ودعت لتغيير نظام المساعدات الاجتماعية للتشجيع على العمل. أظهر استبيان لهيئة الإحصاء النمساوية أن التضخم ما زال يثقل كاهل النمساويين، خاصة في تكاليف الإسكان، حيث يرى 22% أنها تمثل تحديا كبيرا. وكشف الاستبيان عن زيادة 4 نقاط عن العام الماضي، وترجع النتائج إلى تداعيات الأزمات الاجتماعية في الربع الثاني من عام 2023. وفي المقابل أظهرت النتائج انخفاض دخل عددا من الأشخاص
مقارنة بالعام السابق. وبالرغم من التضخم، يرى وزير الشؤون الاجتماعية يوهانس راوخ تحسنا اجتماعيا مع التأكيد على فاعليات إجراءات الحكومة. أعلنت وزارة الداخلية في النمسا عن إجراء اختبار وطني لنظام الدفاع المدني يوم السبت 7 أكتوبر، وقالت أنه سيتم تجربة 8300 جرس إنذار في جميع أنحاء البلاد، حيث يأتي هذا الإجراء ضمن جهود تحسين واختبار الأنظمة التقنية للإنذار مع التركيز على تعزيز الوعي العام بالإشارات. وخلال الاختبار سيتم بث عدة إشارات للتحقق من جاهزية الأنظمة، وستتم التجربة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 12:45. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.